شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات: الكلمة الأولى العمل الثقافي، قبل أن نتحدث عن العمل الثقافي نشير إلى مقولة يقولها علماء الحضارات. علماء الحضارات يقولون إن التحدي الذي تواجهه الأمة، هذا التحدي يمثل بداية سقوط هذه الأمة، أو بداية ارتفاعها. إذا الأمة كانت في مستوى التحدي فهذه نقطة الانطلاق، وإذا لم تكن في مستوى التحدي فهذه نقطة الهبوط والسقوط. نحن الآن في العراق وفي إيران وفي بقية البلاد نواجه تحدياً ثقافياً هائلاً. هذا التحدي فيما مضى كان تحدياً محدوداً، الذين كانوا يذهبون إلى بلاد الغرب كانوا يواجهون هذا التحدي الثقافي، ولكن الآن ونحن نعيش عهد العولمة بمختلف أبعادها، ومن جملة أبعادها العولمة الثقافية. هذا التحدي انتقل إلى بيوتنا. الآن أولادنا بناتنا يعيشون في قلب هذا التحدي الثقافي. هنالك بعض الأفراد يقولون إن أولادنا بخير
ونحن نأمل أن يكون كذلك. كثير من أولادنا، كثير من شبابنا بخير، ولكن يجب ألا نستهين بهذا التحدي. الآن الثقافة الغربية دخلت إلى كل غرفة غرفة من غرف بيوتنا، أو غالب بيوتنا. هذه الراديوات، هذه التلفزيونات، هذه القنوات الفضائية، هذه الشبكة العالمية، هذه كلها تمثل تحديا ثقافيا عظيما لنا. إذا نحن واجهنا هذا التحدي بتحدي في مستواه، حفظنا بلادنا وحفظنا شبابنا، وإلا في الواقع بلادنا وشبابنا في خطر. قبل حوالي 40 عام أو أكثر، الكبار يتذكرون ونحن سمعنا بذلك، كان هنالك فراغ ثقافي في العراق ولو في حدود. جاء الآخرون، جاء الشيوعيون من وراء البحار، وكان في العراق مد شيوعي كاد أن يجرف العراق. ما أعلم رأيتم مظاهراتهم أو ما رأيتم، ما كانوا في المدن المشرفة، هم شبابنا، هؤلاء الشباب ما جاءوا من وراء البحار، يمكن قادتهم ثقافتهم جاءت من وراء البحار، لكن الشباب هم شبابنا، شباب العوائل المتدينة، ما كانوا يخرجون في المدن المشرفة وهم يقولون بعد شهر ماكو مهر والقاضي انذب بالنهار. هؤلاء شبابنا، نحن ما غذيناهم، الآخرون غذوهم، ملأوا هذا الفراغ الثقافي. كان هنالك في العراق الكلام أنه كيف نواجه هذا التحدي. كان هنالك في العراق رجل متدين يقال له أحمد أمين. هذا الرجل كان أستاذ في الجامعة، وكان على ما أتذكر في مجال الرياضيات. هذا كان من الأفراد الذين واجهوا بقدر هذا التحدي الثقافي. يعني كل واحد، هذه مو وظيفة علماء الدين فقط، مو وظيفة المراجع، كل فرد يتمكن أن يقوم بدور، هذه الشمعة تضيء حتى إذا العالم كله كان ظلام، ظلام العالم كله لا يتمكن أن يقضي على نور شمعة. هذا الرجل كان يأتي إلى الجامعة في مجاله ويشرح المعادلة العلمية، هذه المعادلة التي اكتشفت في القرن 18 مثلا. بعدين كان يقول هذه المعادلة كانت جديدة على العالم، ولكن مو جديدة علينا نحن شيعة أهل البيت، لأن علي بن أبي طالب
صلوات الله عليه ذكر هذه القضية قبل 1400 عام بطرحه الثقافي وبمنهجه وعمله، حفظ الكثير من شباب الجامعات كما نقل لنا. الحقيقة نحن الآن المعترك الثقافي بدأ، الشباب حفظوا إيمانهم خلال الحقبة الماضية، كثير منهم في تلك الأجواء الضاغطة، ولكن الآن وقعوا في المعترك الثقافي. فيجب علينا جميعا أن نواجه هذا التحدي بتحدي في مستواه. هذه هي الكلمة الأولى، العمل الثقافي. الكلمة الثانية، العمل الاجتماعي. في المجتمع هنالك فراغات، إذا نحن المتدينين ما ملأنا هذه الفراغات الاجتماعية، الآخرون يأتون ويملؤون هذه الفراغات الاجتماعية ويجعلون شبابنا طعمة للانحراف الأخلاقي والديني. الشاب يحتاج إلى عمل، من الذي يعطيه العمل؟ الشاب اللي ما عنده عمل مثل الطفل اللي بالبيت، لا أريد التشبيه، طفلكم بالبيت إذا تركتموه ما عنده شغل، هذا من الصباح إلى الليل ماذا يفعل في البيت؟ يقوم بالتخريب. الشاب عنده طاقة، الشاب عنده طموح، الشاب عنده تطلع، الشاب يحتاج إلى عمل، من الذي يعطيه العمل؟ إذا المتدينين ما تبنوا هذه القضية، الآخرين ينفذون من هذه النقطة. الشاب يحتاج إلى بيت، إذا المتدينين ما ملأوا هذه الثغرة، الآخرين ينفذون من هذه الثغرة. الشاب يحتاج إلى زوجة، في الحديث الشريف أن الشاب إذا تزوج الشيطان يقول يا ويلتاه عصم مني ثلثي دينه أو نحو ذلك. الشاب إذا تزوج، أنتم تثقون بالشاب المتزوج، الشاب إذا ما متزوج إلا من خرج بالدليل، إلا من عصمه الله، ماكو ثقة بي. حاضرين تخلوه في بيتكم؟ مو حاضرين. ماكو ثقة بالشاب غير المتزوج إلا إذا يكون كلش متدين، ذاك بحث آخر. فالشاب يحتاج إلى عمل، الشاب يحتاج إلى بيت، الشاب يحتاج إلى زوجة، الشاب يحتاج إلى ملء الفراغ، من الذي يقوم بذلك؟ أنتم وأمثالكم من المتدينين. وحقيقة هذه نعمة، واحد يتمكن في مثل هذه المدن المشرفة التي تعيشون فيها أن يخدم المجتمع. خدمة المجتمع من أعظم الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وبالذات خدمة الإمام الحسين صلوات الله عليه، خدمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أحد الإخوة رأى الوالد رحمه الله في عالم الرؤيا، فقال، فجاء إلي وقال لي في عالم الرؤيا، قل لأولادي وأحبائي في هذا العالم، في عالم القبر لا ينفعكم إلا الحسين صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم ذهب ثم عاد مرة ثانية وكرر الكلمة لمرة ثانية، ثم ذهب وعاد وكرر هذه الكلمة للمرة الثالثة. خدمة مدينة الحسين ومدينة أمير المؤمنين والكاظمية وسامراء المشرفات، هذه لها قيمة عظيمة عند الله تعالى. هنالك قضية أخرى، أن رجلا، القضية مطولة أنا أختصرها، رأى في عالم الرؤيا رجلا كان له مقام وموقع في المجتمع، ففي عالم المنام رأى أن جنازته أتي بها إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وملائكة العذاب قبل ما يدخل إلى الحرم كانوا يعذبونه عذاب الآخرة، عذاب لا يمكن أن يوصف. إحنا إذا نريد أن نعرف شيئا من عذاب الآخرة، واحد شوي يخلي إيده على النار، هذه النار الدنيوية المحدودة، فكيف بنار في دعاء كميل سجرها جبارها لغضبه؟ واحد كيف يتحمل عذاب الآخرة؟ فملائكة العذاب كانوا يعذبونه إلى أن دخلت هذه الجنازة في حرم أمير المؤمنين، فابتعد عنه الملائكة، أخذوا يطوفون به حول القبر المبارك، وهو الإمام جالس في القبر أو فوق القبر، وهذا الرجل يتوسل بالإمام لفكاكه، والإمام لا يعتني به ويقول له: ألا تذكر ماذا فعلت؟ كذا فعلت، كذا فعلت. إلى أن كاد الطواف أن ينتهي، هذا الرجل شاف أنه إذا الآن طلع بعد انتهى، ملائكة العذاب يتلقفونه بعد ينتهي، فقال للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كل ما تقوله صحيح، أنا مذنب، أنا خاطئ، ولكن أنا كنت أحبكم بقلبي وكنت أحب عظمتكم، إذا كنت تذكرون بالعظمة كنت أفرح بذلك من أعماق قلبي. فقال الإمام أمير المؤمنين: صدق أو صدقت. ثم التفت إلى ملائكة العذاب وقال: اتركوا هذه المدن التي أنتم تتولون جزءا من إدارتها، كل واحد منكم عنده موقع، واحد يخدم هذه المدن، هذه خدمة لأمير المؤمنين، هذه خدمة للإمام الحسين صلوات الله عليه. المدينة عندما كربلاء، النجف، الكاظمية، سامراء، عندما تكون مدن نموذجية، يعني لا يرى فيها منكر واحد، لا يرى فيها خلاف شرع واحد، هذا النوع من احترام مقام الإمام، من تعظيم الإمام، وهذه خدمة تقدمونها للإمام صلوات الله عليه، وهذه وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون. العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تواضع، بدون تواضع العمل الاجتماعي مو ممكن. إذا واحد يريد يأخذ نفسه، يريد أن يتكبر، ينطلق ويتعامل مع الآخرين من خلال شخصيته الحقيقية أو من خلال شخصيته الحقوقية، ما يتمكن يشتغل، هذا شيء واضح. الكلمة الثانية: العمل الاجتماعي. نقل لي أحد الإخوة، قال أنه في أيام البعثيين، مجمل القضية، أنا كنت أذهب
إلى العراق مع مجموعة من الشباب المتدين، فمررنا على المنطقة الكردية اللي ذاك الوقت كانت خارجة من نفوذ البعث، فشفنا مررنا على نهر، شفنا هناك كاتب مقر الحزب الشيوعي العراقي، ورأينا على النهر مجموعة من الأولاد والبنات يلعبون، ذول المنتمين إلى الحزب الشيوعي. فأحد الإخوة نظر مضمون القضية، شاف فتاة ضمن هذه المجموعة، قال هاي الفتاة من محلتنا، هاي من عائلة شريفة، أنا أروح أتكلم وياها ربما الكلام يأثر فيها. فإجى وناداها فلانة مثلا فاطمة، قالت أنا بعد مو فاطمة، سابقا كنت فاطمة، أنا الآن كذا، فد اسم غربي. يقول أنا قلت لها مضمون القضية طبعا، قلت لها هذا المكان مو مكانك، أنت من عائلة شريفة، عائلة متدينة، هذا مو مكانك. فقالت لي كلمة واحدة، قالت لي أنتوا ما إجيتونا، الآخرون إجونا، أنتوا المتدينين تركتونا، لا توجيه، لا تثقيف، لا تزويج، والآخرين إجونا. شنو جواب هذا؟ إحنا إذا تركنا شبابنا، كنا شعر نقرأ في كتبنا الأدبية أو في بعض الكتب الأخرى، ومن رعى غنما في أرض مسبعة وغاب عنها تولى رعيها السبع أو الذئب. الشاعر الآخر يقول كنا نقرأ في كتاب السيوطي، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي. عندما تتركون الشاب وحده، هذه السباع المتربصة تجي وتفترسهم وتضيع دنياهم وآخرتهم. الحقيقة هذا توفيق عظيم، أن يوفق المؤمن للخدمة. أكو في بعض الكتب أنه رجل توفي في القبر، خاطبه الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت؟ شنو سويت؟ إذا الله يسألنا في يوم من الأيام يسألنا أيضا ماذا فعلت؟ ماذا نقول؟ فقال فعلت كذا، الله قال هذا مو لأجلي، هذا ما يفي فلان شيء، هذا ما يفي. حتى كاد الرجل أن ييأس، ما إلى جواب. فقال الله سبحانه وتعالى قد غفرت لك، هل تعلم لماذا؟ قال لا يا رب ما أعلم. قال لأنك مررت في يوم من الأيام على هرة، الجو كان بارد شتاء، وكانت هذه الهرة تلوذ بالجدار من شدة البرد، فعطفت عليها وأخذتها ووضعتها تحت معطفك رحمة بها وشفق، غفرت لك بهذا العمل. خدمة عباد الله جدا مهمة عند الله. وفي حديث أيضا يقرأ أو في التاريخ أن الله تعالى اختار موسى للنبوة،
على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لأنه عطف على شات. الله تعالى يحب القلوب الرحيمة العطوفة. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة وأختصر فيها، هاتان الكلمتان تتعلقان بالمجتمع. الكلمة الثالثة تتعلق بنا أنفسنا. هذه الكلمة هي مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة، وهذه الكلمة هي وصية الله تعالى لنا وللأمم التي كانت قبلنا، وهذه الوصية هي التقوى. التقوى كما في الحديث: ألا يفقدك الله حيث أمرك. يوم واحد صلاة الصبح لا تفوت منه، ولا يجدك حيث نهاك. يوم واحد ما يقعد المؤمن في مكان يغتاب فيه مؤمن. ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى لها شعب. التقوى في المال، أنه واحد لا تكون في ذمته دينار واحد، لا يكون في ذمته حتى دينار. واحد كاتب في وصيته: أنا لا أطلب أحد شيئا ولا يطلبني أحد شيئا. الله تعالى لا يغفر مظالم العباد حتى إذا دينار واحد. إذا واحد في ذمته للأفراد من قبل شيء، يحاول ما دام في هذه الحياة. العم حفظه الله كان يقول: في الدنيا احنا إلنا تشارة، في الآخرة بعد ما عدنا تشارة. هنا واحد يتمكن، أما إذا واحد غمض عينه وانتهى بعد كل شيء ما يتمكن، دخل في عالم مجهول مظلم ذو بطون. هاي كلمة البطون مذكورة في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مثل غرفة في بطنها غرفة في بطنها غرفة ثانية، ذول اللي راحوا منا الآن يعيشون في هذه البطون التي لا نعلمها ونجهلها ولا يمكننا أن نفهمها. نعلم فد عالم عجيب. إذا واحد في ذمة شيء في أيام طفولته في أيام شبابه، أكو في ذمة حق لله تعالى، في ذمة حق للناس، إذا يعرفه يطيب، إذا ما يعرفه ولا يمكنه الوصول إليه رد مظالم، واحد يرتاح. النبي صلى الله عليه وآله في ليلة من الليالي كان مضطرب، كان عنده على ما أتذكر كم كيلو حنطة أو شعير، 3 كيلوات أقل أكثر، كان مضطرب تلك الليلة، لأنه 3 كيلوات حنطة مثلا في ذمتي. وعندما أذن المؤذن أذان الفجر ذهب وأعطاها لأهلها وعاد مرتاح. حقيقة راحة الضمير الفرد اللي ما في ذمة حق لله تعالى، صلوات قضاء واحد عنده الآن يقضيها الآن. يمكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وقال: في ذمتي أكو فوائد. قال: صل مع كل صلاة صلاة. صلون صبح، صلوا صبح ثانية وياها، ظهر ظهر ثانية وياها. فواحد يؤدي حقوق الله، يؤدي حقوق الناس. إذا زوجته عندها حق عليه يؤدي هذا الحق، إذا أولاده عليهم لهم عليها حق يؤدي هذه الحقوق. إذا واحد ضرب طفل ظلما وأحمر أو إخضار، هذا عليه دية، دية من الناحية الشرعية. واحد يؤدي هذه الحقوق. التقوى في مجال المال، التقوى في مجال العلاقات الاجتماعية، التقوى الاجتماعية، التقوى السياسية،
التقوى في الكلام، أنه واحد لا يتكلم بكلمة قبل أن يتكلم، يشوف أن هذه الكلمة فيها جواب أو ما فيها جواب. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء أو شيء. سؤال أكو، عندنا أحد علمائنا الكبار يقال له صاحب الرياض معروف وله كرامة، الإمام الحسين أعطاه هذه الكرامة، ما علي بها الآن. هذا الرجل كان إمام جماعة، في يوم من الأيام انقطع ما إجا، فالمأمومين انتظروا ما إجا، اليوم الثاني ما إجا، اليوم الثالث ما إجا، فراحوا قالوا لابد مريض أو كذا، فراحوا إلى بيته قالوا مولانا ليش ما إجيت؟ قال في الواقع أنا عندي زوجة تؤذيني كثيرا وتشتمني، هذا ابتلاء للمؤمن أنه زوجته تؤذيه أو الزوج يؤذي زوجته، كثير من الأزواج يؤذون زوجاتهم. فأنا كل شيء ما أقول لها، كل ما تقول لا أقول شيئا. في يوم من الأيام قبل 3 أيام شتمتني وشتمت آبائي وأجدادي، فأنا قلت لها كل ما قلتي فهو مردود عليك. هذا هو. بعدين فكرت شلون طلعت هذه الكلمة من حلقي، شلون قلت هذا الكلام؟ أنا عندما قلت مردود عليك يعني شنو؟ يعني هي شتمت آبائي وأجدادي، أنا شتمت آبائها وأجدادها، هذا معنى آبائها وأجدادها، ما هو ذنبهم؟ فأنا في هذه الأيام الثلاثة أشك أن عدالتي لعلها ذهبت، مع أنه ما كان ملتفت، ما كان متعمد في تلك اللحظة. وأنا الآن خلال هذه الفترة أستغفر الله تعالى حتى تعود عدالتي. كلمة واحدة، واحد يجب أن ينمي في ذاته هاي الحالة، حالة المراقبة. علماء الأخلاق يقولون عندنا 3 أشياء: المشارطة قبل العمل، المراقبة حين العمل، المحاسبة بعد العمل. المراقبة، واحد أي عمل يريد أن يقوم به، أي كلمة يريد أن يقولها، يفكر أنه عنده جواب أو ما عنده جواب. العم حفظه الله كان ينقل، يقول جاء رجل مجمل القضية إلى الجد، في ذاك الوقت الراتب اللي كان يعطيه لكل الحوزة العلمية كان 33 دينار قبل 50 عام تقريبا أو أقل، كل الراتب، وبصعوبة كان يتوفر هذا بالقرض وكذا، وأراد أن يعطيه 17,000 دينار. هذا يأمن إلى كم شهر رواتب الحوزة العلمية. فيقول أن الجد كانت في ذهنه شبهة، مو أنه مال حرام، شبهة كانت في ذهنه، قال أنا ما أخذ هذا المال، وكلما ألح عليه البعض لم يقبل، ما أخذ. المؤمن مو 17,000 دينار، إذا 100 مليون دينار دنانير القديمة يعني، وإلا الحالية ما إلها تلك القيمة، لا تهمه. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول
هذه العدالة اللي إلها مراتب ودرجات. واحد يبيع إيمانه بدينار واحد، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. مع أنه مو معلوم أن يكون هذا معصية بالمعنى المتداول، مو معلوم أن يكون هذا الذنب بالمعنى المتداول، ربما يكون هذا معصية بمعنى آخر. حسنات الأبرار سيئات المقربين لم أفعل. إحنا يجب علينا أن نتوكل على الله ونعتمد على الله ونحاول أن ننمي هذه الملكة في ذاتنا. العمل الثقافي أولا، العمل الاجتماعي ثانيا، التقوى أولا وأخيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.